بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم ان شاء الله دلوقتي عن باب جديد او تشابتر جديد، وهو الباب بتاع الرسم او الخاص بالرسم، وهنتعلم فيه ازاي نرسم في 2 دايمنشن و 3 دايمنشن، وازاي نتعامل مع الرسومات. اول حاجة هنستخدمها هو امر بلوت، فهنكتب على طول ونشوف. اول حاجة لو انا عندي فيكتور ناتج من بولونوميال او لبولونوميال، يعني 1 2 2 4، وجيت قلت له بلوت ايه، بلوت ايه، ايه اللي هيحصل؟ شوف رسم لي الايه اهوت. زي ما احنا شايفين خد سكيل من عنده، عند الواحد بواحد، عند الاتنين باتنين، عند التلاتة برضك باتنين، عند الاربعة بكام؟ باربعة. زي ما احنا شايفين الرسمة. نشوف طب امر تاني كده للرسم، هو امر بار. امر بار لو قلت له بار الايه، نشوف ايه اللي هيحصل. بص، رسم عند الواحد بواحد، وعند الاتنين باتنين، وعند التلاتة بتلاتة، وعند الاربعة باربعة. وده امر ايه؟ بار. بيرسم لي نظام احصائي او شكل احصائي، اللي هو نظام الاعمدة. طب تعالى نشوف اكزامبل تاني. لو انا كان عندي مثلا البي بيساوي برضك فيكتور 2 3 1، قلت له اعمل لي بلوت للبي، بلوت للبي. شوف الرسمة اللي هتطلع اهيت، عمل بلوت للايه؟ للبي. ممكن برضك اقول له اعمل لي بار للبي، نجيبها بالاسهم، بار بي. شوف الرسمة اهيت، الرسمة طلعت ايه معايا؟ عند الواحد خدها باتنين اهي، وعند الاتنين معاه بتلاتة، وعند الواحد وعند التلاتة بواحد. طب هنشوف بقى تعمق اكتر في ايه، في عملية الرسم دلوقتي. دلوقتي بقى هنشوف ازاي ان احنا نعمل عملية ادراج داخل الرسمة. ندرج مثلا اسم للرسمة، يعني عايز احط اسم للرسمة. فلو كانت عندي الايه اللي كنا عارفينها، اللي هي كانت بتساوي 1 و2 و3 و4، وعايز اعمل لها امر بلوت، بلوت للايه، ماشي، وكمان احط لها اسم، احط لها اسم، اسم طبعا هو هيرسم الاول مش مشكلة. اكتب بقى هنا امر الاسم تايتل او عنوان، يعني تايتل، واسمي الاسم اللي انا عايزه بين 2 ابوستروف. فهنسميها مثلا ايه؟ فيجر واحد، فيجر واحد. شوف كده الرسمة، بص هو سماها لي ايه؟ فيجر واحد. طيب تعال نجرب بردك في بار كده، نقول له بار، بار للايه؟ لا تعال نخلي الايه ديت لوحديها ونشتغل على البي البار. احنا قلنا البي بيساوي 2 و3 و1، 2 3 1. بعد كده هقول له ايه؟ بار بي، بار البي، ماشي. بعد كده هنزل اقول له، ممكن نكتبه معاه في نفس السطر، اقول له تايتل، تايتل، واحط
في التايتل ايه مثلا؟ فيجر اتنين، فيجر اتنين بين اتنين ابوستروف، نسيت الابوستروف الاولانية نسيتها اهيت. نشوف الرسمة، هو اتعمل فيجر اتنين ورسم الرسمة عن طريق امر بار. تعالى برضك نشوف في الايه، نرسم الايه. طبعا انا ايه، لا رسمتها خلاص مش مشكلة، بس انا كنت عايز اوضح هنا ان انا ممكن اكتب امر تايتل جنب بلوت، بس حط ايه كوما، ده اللي انا كنت عايز اوضحه هنا. ممكن يكتبها في سطر واحد، ممكن يكتبها في ايه، في سطرين. طيب احنا دلوقتي شوفنا ازاي نعمل عميق ادراج الاسم للرسمة بتاعتي. طب هل ينفع ان انا اسمي المحاور محور اكس مثلا، اسميه اكس ومحور واي اسميه واي؟ ممكن، فنكتبهم دلوقتي كلهم في سطر واحد، وممكن نكتبهم تحت بعضيهم زي ما هنشوف بعد كده. فانا عندي هنا كتبت بلوت والتايتل، بعد كده اكتب بقى ايه اكس ليبل اللي هيسمي لي محور الاكس، اكس ليبل، وهسميه اكس، وبعدين هسمي الواي ليبل بتاعي اهو ليبل، هسميه واي، ونشوف ايه النتيجة اهيت اكس وواي وفيجر واحد، ورسم ايه الرسمة بتاعته. طب ممكن احنا نكتبه فوق بعضهم عادي مش مشكلة، هكتب بلوت ايه، بس لازم يتكتب بالترتيب ان احنا نكتب ايه بلوت الاول بعد كده الحاجات التانية، مش مشكلة بقى الحاجات التانية، لكن لازم يكون بلوت الاول. فانا هكتب بلوت ايه ماشي، فرسم لي بلوت ايه، بعد كده اكتب له تايتل سموهولي فيجر ايه، فيجر واحد هيسميه فيجر واحد اهو. بعد كده اكس ليبل هنسميه اكس، ممكن يسمى اي حاجة تانية، ممكن يكون تايم مثلا مع فولت مش مشكلة يعني. بعد كده تعال نشوف الاول سماه ولا لا، اهو اتسمى اكس. بعد كده نسمي ايه التاني اللي هو محور الواي، واي، نقول واي ليبل، واي ليبل، ونسميه واي. تعال نشوف النتيجة هيت، الواي والاكس والفيجر والرسمة موجودين. طب تعال نجرب كده، لو لخبطنا الاوامر ديت وكتبنا امر، كتبنا امر بلوت الاول، هنكتب اول حاجة مثلا نكتب التايتل الاول، بص هيفتح رسمة ويكتب تايتل ماشي، وبعد كده اقول له ايه سمي لي الاكس ليبل وسمي لي الواي ليبل ماشي. شوف كده عمل ايه على نفس الرسمة، يعمل الحاجات دي كلها اكس ليبل واي ليبل فيجر واحد. طب تعال اقول له بقى اعمل لي بلوت للايه، شوف ايه اللي هيحصل. كل اللي فات اتلغى، مفيش اكس مفيش واي مفيش فيجر واحد، يرسم الرسمة من جديد. يبقى لازم نخلي بالنا ان احنا لازم نرتب الايه الاوامر، بلوت الاول بعد كده اكتب بقى الاكس ليبل والواي ليبل والتايتل مش مشكلة، بس اهم حاجة بلوت الاول، لانه يفتح يرسم والحاجات التانية تتكتب على الرسمة الايه، الرسمة الموجودة. يبقى ده لازم نخلي بالنا منه فين، في ترتيب اوامر الرسم. كنا تعرضنا في الدراسة بتاعتنا ان احنا لو عندي واي اوف اكس مثلا دالة في اكس، وعايز ارسم واي اوف اكس مع اكس، فكنت بعوض عن اكس بواحد وطلع واي اوف اكس، وعندي نقطتين وعندي او كده بيبقى عندي نقطة يعني احداثي موجود، وبعدين بعوض باتنين مثلا او بنقطة برقم تاني في الاكس واطلع احداثي جديد وهكذا. طب انا ممكن اعمل كده هنا برضك في ماتلاب، ان انا اكتب له البينوميا اللي هيت او الواي اوف اكس اسميها ايه مثلا، بقى اكتب له الام وليكن هي الاكس يعني بتتغير في فتره معينه زي ما تحب، ممكن تكتب الفتره بستيب من غير ستيب، ارقام معينه داخل قوس مربع مش مشكله زي ما اتعلمنا ايه قبل كده. وبعد كده بقى نحقق باستخدام امر بولي فيل، بولي فيل
هنحقق ايه؟ هنحط ال A ونعوض فيها ب M، ماشي. وبعد كده هنعمل له بلوت لل A مفروض على محور X، يبقى هحط M، وعلى محور Y هنحط ال A ال V. شوف الرسمة اهيت، 1 2 3 لغاية 8 اللي هي ال M. ممكن نكتب هنا محور X عادي خالص زي ما اتعلمنا، ودوت ايه التعويض بتاعي اللي هي دخل يعني عوض بالام في الاي، وطلعت لي النتيجه ديت اللي هي الفي. ممكن نكتب هنا واي اوف اكس، وهنا اكس، وهنا فيجر واحد زي ما اتعلمنا قبل كده. ممكن نجرب كمان امر بار بار، وبنفس الطريقه هيرسم ام مع في، ام وفي. شوف الرسمه كده عملها لي برضك نظام بارات اهوت، والفترة بتاعتي اهي. طيب تعالى كده نجرب الام يكون فيها ستيب، نشوف. هنكتب الام بستيب بتساوي من 1، والستيب بتاعي كام؟ 2 لغاية 8. وهنكتب له برضك امر الفي اللي هو بوليفال. طبعا كل ما كتبته دوت من اول الام مش هياخد في اعتباره غير الايه بس من فوق، لكن كل ما هدخل متغير جديد الام هيلغي الام اللي قبله، فلازم ناخد بالنا. برضك الفي اللي هنكتبها ديت هتغير الفي اللي قبلها. وبعد كده بلوت برضك الام مع الفي، نشوف النتيجة. رسمها لي، انا عملت بار ما عملتش بلوت، خليها بلوت اهيت. شوف بقى الرسمة ايه، لانه خدها عند استبات معينة، عند التلاتة، عند الخمسة، لاحظ حتى في كسرة في المنحنى اهيت، وعند السبعة، لانه مش ازاي خد مرة ام بواحد، بعد كده خد زود عليها 2 بقت ام بتلاتة، خدها بتلاتة، وبعد كده خدها بخمسة لما زود 2، بعد كده زود 2 بقت 7 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبرضك في امر بار اللي كنا كاتبينه، تعالى نشوفه برضك تاني، نبص عليه. امر بار بنفس الايه الطريقه، خدها عند الواحد والتلاتة والخمسة والسبعة حسب الستيب اللي انا ايه مديها له. طيب تعال نخليها بلوت بس، ماشي، ونعمل تايتل، ونعمل اكس ليبل وواي ليبل، ونتفرج على شكلها. نقول تايتل، بعد كده بنراجع على اللي احنا خدناه قبل كده تايتل، وهنسميه مثلا فيجر، فيجر واحد. وهنسمي اكس ليبل وواي ليبل. اكس ليبل مثلا هنسميه ايه؟ ليبل نسميه اكس، ماشي. ونسمي الواي ليبل واي اوف اكس، واي ليبل، واي ليبل نسميه كام؟ واي اوف اكس، واي اوف اكس. تعال نشوف النتيجة نهايات، طلع علينا دي اكس ودي واي اوف اكس ودي فيجر واحد، والرسمة بتاعتي اهيت. يبقى زي ما شفنا ان احنا ممكن نعمل ايه تسمية زي ما احنا عايزين، ونرسم باي طريقة، ونعوض باي ارقام. طب هل ينفع ان انا اغير اللون الخط ده؟ يعني شايف هنا عندي طالع ايه ازرق، ممكن اخليه احمر، ممكن اجي عند النقط دي اخليها ليها شكل معين، زي مثلا احط ايه، احط هنا دايرة، احط كروس، مربع يبين لي نقطة التعويض. طب ده اللي هنشوفه بقى ايه دلوقتي مع بعض.